أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشاط الثامنة. إلى العناوين: رئيس الجمهورية يذكر بالمكاسب المحققة في عالم الشغل، ويؤكد العمل على تحسين حقوق العمال وحفظ كرامة المواطن، ويدعو العمال إلى الاندماج في مسار التغيير الذي تشهده الجزائر الجديدة في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للشغل. بدقة واحترافية عالية وفي ظروف قريبة من الواقع، تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بأمدوكال. والفريق أول سعيد شنقريحة يؤكد جاهزية وانسجام قواتنا المسلحة في تنفيذ التمارين التكتيكية ذات المستوى العالي. وفي النشرة التلفزيون يتابع مزايا إنشاء ديوان شراء المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. ومهنيو الصيد البحري يثمنون القرارات والتحفيزات المشجعة على تعزيز مكاسب القطاع. دوليا: وفي السودان، الأمم المتحدة تعلن اتفاق طرفي النزاع على الدخول في مفاوضات لاحتواء الأزمة والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وموثوق. وفي رحاب جنوبنا الكبير، جولة استكشافية لسياح وإعلاميين أجانب، والعنوان: الأهجار، وجهات الدهشة والإبهار. أهلا بكم. تحيي الجزائر على غرار كل دول العالم اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح مايو من كل سنة، وسط مكاسب مهنية واجتماعية حافظت على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن، فيما تتواصل الجهود في ظل الجزائر الجديدة لتعزيز هذه المكاسب صونا لكرامة المواطن وتحسينا لحقوق العمال ومستقبلهم المهني. والاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للشغل التي احتضنتها ولاية الوادي بعدة تظاهرات ونشاطات تؤكد الأهمية والعناية التي توليها الدولة للعمل والعامل، وتميزت برسالة رئيس الجمهورية التي قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، حيث ذكر فيها بالمكاسب التي تحققت في عالم الشغل والتي سمحت بتوظيف أزيد من نصف مليون عامل في مناصب قارة، داعيا العمال إلى الاندماج في مسار التغيير الذي تشهده الجزائر الجديدة. وهكذا فإن المكاسب التي تحققت في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن وتثمين الجهد والاعتماد على العمل كقيمة جوهرية لبناء اقتصاد عصري وقوي بسواعد الجزائريات والجزائريين الذين ندعوهم إلى الاندماج في مسار التغيير الذي تشهده الجزائر الجديدة في هذه المرحلة، وكسب رهان اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي بالاستغلال الأمثل للآليات والأجهزة المستحدثة الموجهة لتشجيع المبادرة وروح الابتكار، وبتكريس الشفافية في تسيير الشأن العام وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص أمام العاملات والعمال والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للشغل نتابعها مع الزميل أسامة دحمون. إليك أسامة. شكرا سهام، أهلا بكم. يقول رئيس الجمهورية في مطلع رسالته بعد التحية والسلام: أخواتي العاملات، إخواني العمال، يشكل عيد العمال في الفاتح ماي من كل عام فرصة للتعبير عن التقدير والعرفان للعاملات والعمال الذين يساهمون بكل من موقعه وفي شتى المهن والوظائف في رقي الجزائر ورفاه المواطنات والمواطنين، ولأننا على قناعة بأن العنصر البشري
هو أساس التنمية المستدامة وعماد خلق الثروة. أدرجنا منذ سنة 2020 تحسين أوضاع العاملات والعمال في صميم أولوياتنا من خلال إجراءات متدرجة برفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود ورفع الأجور ومنح ومعاشات التقاعد، وحرصنا على الإدماج المهني لأصحاب العقود في مناصب عمل دائمة وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، مما سمح في فترة وجيزة بتوظيف أزيد من نصف مليون عامل في مناصب عمل قارة. وتشجيعا لروح المبادرة استحدثنا عطلة من أجل إنشاء مؤسسة تسمح للموظفين بإنجاز مشاريع استثمارية دون الخوف من فقدان مناصب عملهم، كما أطلقنا آلية جديدة تمكن المواطنين العاملين خارج البلاد من الانخراط الطوعي في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والحصول على حق التقاعد. وتعزيزا لهذا التوجه المتدرج الخطوات، يضيف السيد رئيس الجمهورية، نسعى باستمرار لتحسين الإطار المعيشي ودعم القدرة الشرائية وفق ما تتيحه التوازنات المالية للبلاد، مع الحرص على توفير الظروف اللائقة والمحفزة من خلال ترقية الحوار الاجتماعي وتأطير العمل النقابي صونا لحقوق العمال وتحسينا لمستقبلهم المهني. وهكذا فإن المكاسب التي تحققت في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ وتثمين الجهد والاعتماد على العمل كقيمة جوهرية لبناء اقتصاد عصري وقوي بسواعد الجزائريات والجزائريين الذين ندعوهم إلى الاندماج في مسار التغيير الذي تشهده الجزائر الجديدة في هذه المرحلة، وكسب رهان اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي بالاستغلال الأمثل للآليات والأجهزة المستحدثة أو المستحدثة الموجهة لتشجيع المبادرة وروح الابتكار وتكريس الشفافية في تسيير الشأن العام وبترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص أمام العاملات والعمال والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. ليختم السيد الرئيس، أتوجه بالتحية والتهاني للعاملات والعمال وأستحضر معهم في هذه المناسبة نضالات العمال والنقابيين الذين خلدوا أسماءهم والتزامهم الوطني ووفاءهم للوطن، وأترحم في هذا المقام على الشهيدين عيسات إدير وعبد الحق بن حمودة ورفاقهما من النقابيين والعمال وأولئك الذين نالوا شرف الشهادة خلال حرب التحرير المجيدة، وشهداء الواجب الوطني الذين تصدوا بمواقفهم الوطنية الشجاعة لدعاة التطرف المقيت والإرهاب الهمجي طيلة سنوات المأساة الوطنية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر حرة سيدة أبية. كان هذا النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية للعمال الجزائريين في عيدهم العالمي. تحية لعمال وسواعد الجزائر. أترككم مع سهام وبقية أخبار ثمانية اليوم. شكرا لك أسامة. شكرا. وفي يومهم العالمي وقفة عند المكاسب المحققة لصالح العمال الجزائريين.
انتقل إلى رحمة الله اليوم الشيخ محمد الصالح أي تعالجت، نجل العلامة محمد الطاهر أي تعالجت عن عمر ناهز 82 سنة. وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى العلامة الشيخ محمد الطاهر أي تعالجت وإلى عائلته، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الخامسة، أشرف السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مساء الأمس بالميدان الخامس للرمي والمنورات بأندوكال على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية نفذته وحدات اللواء السابع المدرع مدعمة بوحدات من القوات البرية والجوية ووحدات للإسناد التقني. المتابعة لتوفيق عجالي. في البداية استمع السيد الفريق أول إلى عرض قدمه قائد اللواء السابع المدرع تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل التنفيذ والتي جرت على مرحلتين. الأولى نظرية شارك فيها أركانات القيادات الجهوية والوحدات المشاركة، والثانية ديناميكية أقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين. وبميدان الرمي والمناورات تابع السيد الفريق أول عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة جدا من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في تدريب القادة والأركانات على التحضير للأعمال القتالية الليلية وترسيخ خبراتهم في مجال إدارة الأعمال المخطط لها بغية تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية المشاركة في مختلف مراحل المعركة، فضلا عن تمكين الأطقم من اكتساب المهارات أكثر في التحكم في العتاد ومنظومات الأسلحة الحديثة واختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ المهام القتالية الليلية المحتملة، الأمر الذي سمح دون شك بتقييم مؤهلات القيادات وأركانات اللواء ووحدات الدعم خلال كافة مراحل تحضير وإدارة وتنفيذ التمرين. تنفيذ هذا التمرين أكد بصورة جلية القدرة الكبيرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجية العالية، ويؤكد أيضا التطور والجاهزية والانسجام العملياتي الذي بلغته قواتنا المسلحة في مجال تنفيذ مثل هذه التمارين التكتيكية ذات المستوى العالي.
أن أشاوس الجيش الوطني الشعبي صقور الجو للقوات الجوية مستعدين استعدادا كاملا لإتمام المهمة المكانة لهم. في نهاية التمرين قام السيد الفريق أول بتفتيش الوحدات المشاركة. قبل أن يعقد لقاء تقييميا مع أفراد الوحدات المشاركة الذين هنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة فترة التحضير القتالي وكذا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، مزديا لهم في الأخير جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها في ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة. في التعاون البرلماني حل اليوم بالجزائر رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في زيارة تدوم 5 أيام. وكان في استقباله بمطار هواري بمدينة الدولي رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل. اللقاء كان فرصة لبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين. تكرس العلاقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجزائر والعلاقة الأخوية بين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وفخامة الرئيس الجزائري. وما نأمل في هذه الزيارة أن يتحقق إن شاء الله من خلال الموضوعات التي ستطرح ومن خلال ما سيتم من اتفاق. والحقيقة أن الجزائر هي بلد كل من أتاها أو سمع بها حتى ولو لم يأتي يفخر ب ما لها من ماضي وما لها من تاريخ، وأصبحت نموذج للدول الأخرى، وهذا والله الحمد يعني لم يخرجها عن إطارها الحقيقي وعن احتفاظها بعروبتها وبإسلامها وبقيمها. وفي اليوم العالمي للشغل تم اليوم بولاية الوادي تسليم شهادة الإدماج وقرارات التوظيف لعدد من الشباب وتكريم المتقاعدين في قطاعي الفلاحة والسياحة. مصطفى هتات. الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للعمال تميزت بتسليم شهادات الإدماج ومقررات التوظيف على عدد من المستفيدين. بديت الإدماج تاعي من سنة 2018، تحصلت على هذا المنصب في 13 مارس 2023، وكل بفضل مجهودات وقرار رئيس الجمهورية، نشكره جزيل الشكر. وتجاوزت حصيلة الإدماج المهني في القطاع الإداري 3800 منصب، فيما تجاوز عدد الأساتذة المتعاقدين المدمجين 1300 أستاذ. كأساتذة متعاقدين الحمد لله، هذا القرار كان قرار بالنسبة لنا قرار يعني مريح لنا، ما هو ما يمكننا أن نعمل بأريحية، وكذلك يعني يكون العطاء أكثر في يعني عندما يكون الأستاذ متحصل على منصب قرار. دخلت منصب جديد في وحدة تعاونية لولاية الواد بعد ما حلوا معناها كونكور وشاركت فيه ونجحت الحق الحمد لله. طريق مكتب التشغيل نظموا مسابقة كذا، نجحنا في المسابقة الحمد لله يا ربي. بالنسبة لنا مش كما قبل، مش كما درك الحالة، الإنسان ولا إنسان متوظف وكذا. ونظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها ولاية الواد والنتائج المحققة في قطاعي الفلاحة والسياحة وقدرتهما على توفير المزيد من مناصب العمل، كانت المناسبة فرصة لتكريم العمال والمتقاعدين من القطاعين. تبعا لمخرجات مجلس الوزراء فيما يخص شأن الفلاحي، استقبل الفلاحون قرار إنشاء ديوان لشراء المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الواسع القابلة للتخزين بترحيب واسع لما له من تأثير بارز على الإنتاج والوفرة واستقرار الأسعار مع تثمين جهد الفلاحين. يقول مراد عبروس. ترحيب واسع لقيه قرار إنشاء ديوان شراء المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الواسع القابلة للتخزين، قرار اعتبره المهنيون حافزا لزيادة الإنتاج ومثمنا لجهد الفلاح.
هذا اخبار زين ان شاء الله. مع سن الله انا دايرين كونتيتي كبيره تاع البصله بلدي رشيقة معروف بانتاج انتاجها للبصل حسبه كبيره، الناس غرست كونتيتي كبيره، كنا خايفين من السوق، تفاءلنا بهذا الخبر تاع رئيس الجمهوريه هذا اللي وجهه البارح لمجلس الوزراء، هذا الديوان هذا الخاص يشروع علينا، هذا يخلينا حفزنا اكثر واكثر، العدو ما خافوش من السوق ولا نفشلوا ان شاء الله، يكون عنده تاثير على السوق ويكون تاثير على المضاربين، لانه لما تكون البصله الدوله تحكم فيها مليحه هذه. ايه نعود احنا مكورجين نخدموا كونتيتي كبيره كاع ان شاء الله يا ربي. حاجه مليحه يعاون الفلاح، يعاونوا في المنتوج تاعو هذا، ما يعود يخدم مكورج، ما يعودش خايف من المنتوج هذا اللي راح يخدم فيه يضيع له. ماذا بينا تديها الدوله تجينا مساعده لنا وللشعب. جي حاجه مليحه، خير من كنا احنا ماناش قابضين لها كاع نخدموا مكان اللي ما كانوا، ماناش قابضين لها كاع السوق تاعها كفر يمشي. خاطره طالعه خاطره هابطه ماناش قابضين لها كاع الاسوام تاعها، بصح كيما تديها الدوله يولي عندها نولوا نخدموا كورجين. وهذا الديوان اللي داروا السيد الرئيس مشكور عليه يعطي ضمان الفلاح، الفلاح يولي يخدم باريحيه. ذاك الفلاح يتحفز ويولي يخدم باريحيه، ذاك انا كي نضمن باللي نبيع البصل تاعي ب 3000 نخدم، نعرف شنو نخدم. نخدم 10 قطارات 15 قطار 5 قطارات كل واحد على حسابه. واني ضامن باللي البيع كاين الحمد لله يا ربي. والمواطن ثاني ياكل ياكل رخيص. شراء مادة البصل الثوم والبطاطا من الفلاحين وتخزينها من طرف الديوان من شأنه تحقيق التوازن في السوق والاستقرار في الأسعار لكسر المضاربة. ومن جهتهم عبر منتسبو قطاع الصيد البحري بميناء الصيد لولاية وهران عن ارتياحهم وترحيبهم الكبير بالقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يخص شعبة تربية المائيات والصيد البحري عامة. ماسين حمية. آلية مساعدة المهنيين على إنتاج ما يحتاجه القطاع وحماية حرفتهم الخلاقة للثروة الغذائية للمواطن، سيما توسيع تربية المائيات والسماح للصيادين باقتناء السفن المستعملة لأقل من 5 سنوات، هو ما كان ينتظره عمال قطاع الصيد بميناء الصيد بوهران، حيث استبشروا خيرا بالقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء. انت من القرارات الجديدة تاع رئيس الجمهورية. احنا هذا واش كنا نستناو اللي شافوا فينا كمهنيين القطاع. وطونك رانا ديجا ورانا عاد في المجال هذا، ماذا بينك شغل نتقدموا ثاني في المجال تاعنا. صافي بريزير مليحه للبحري ومليحه للبحر، منها يريحوا ومنها البحري يستافد ويدهنا شويه. رانا سمعنا واحد الخبر شباب من السيد الرئيس، وحنا عندنا البحريه مساكين كانوا يعانوا. ونرو معكم وبالك تطور بزاف هذا القطاع بارابور اللي كان شفتوا هذه الايامات الاواخر. القرارات الاخيره من شانها خلق بيئه عمل ملائمه للمواصله في احراز تقدم في القطاع بالانتاج والاستثمار، خاصه بعد المكتسبات الاخرى التي استفاد منها عمال القطاع. حتى يتاح لهذه المهنه اداء دورها في تحقيق الامن الغذائي وخلق مناصب الشغل. ونشكر السلطات اللي دائما تقوم بإدلال العقبات التي تواجه الصيد البحري واللي متماشية مع مهني الصيد البحري من خلال طرح انشغالاتنا. قرارات مجلس الوزراء أتت لدعم شعبة تربية المائيات من خلال رفع كل العراقيل على المشاريع الاستثمارية، وكذا رفع القدرات الإنتاجية للمشاريع الحالية، وكذلك يعني دعم شعبة الصيد في أعالي البحار. نظرة استشراف لواقع أفضل وتقدم أكبر سيشهده القطاع بتفكير منتسبيه في المواصلة في العمل والإنتاج. هارون بتيبازا عشق مهنة الصيد ومارسها لعقود طويلة، وبرغم الظروف الصعبة إلا أن شغفه وحبه لهذه المهنة لم ينطفئ ولا يزال حريصا على توريثها للأجيال القادمة. المزيد مع عبد الجليل عباس. عشق مهنة الصيد ومارسها لأكثر من 60 عاما. عمي محمد ذكرياته مع البحر لا تنسى، ومغامراته بقيت راسخة يحكيها لأبنائه وأحفاده ليورثهم حب هذه المهنة. مازال ذرك نبغي البحر، من سنين كمسيت البحر، 10 سنين وليت نروح معهم للبحر ونجبد اللاد معهم، قلنا ما كاش حوايج تاع الماء ما كان والو، نجبد اللامبارا وفي الليل تكفى ترقد كازيو تدخل داخل هكا كاش يا وانا نمرض على البحر. مازال ضرك لو كان مازال صحيح ما درتش العمليه نروح للبحر.
حبه لهذه المهنة وإتقانه لها وتفانيه في ممارستها رغم كل الظروف والصعاب أكسبه تقدير كل من عرفه من أقربائه وأصدقائه. كنا صغار نقرأ وعدنا مقسم منا كاع الوقت تاعنا، يعني وقت القراية قراية ولي فاكونس نخدموا معاه في البحر، حتى كي يكونوا لي موفيطون عندنا في الدار نشدوا معاه في الشبكه كي يكون يخيط ويرمي قهوه، ما كانش عنده وقت على الراحه كاع. والحق ما بخلش في حتى واحد، ني فينا احنا ولادو اللي في الناس اللي يخدموا معاه، يعني الصنعه مدها. عاملين مو احتفالو، شكون ما يعرفش عاملين مو احتفالو؟ معروف اونسيان صياد يعرفوه كاع، والبحر يعشقه حتى النخاع، يعرف البحر ويعرف كاين الحوت يعرفه تحسب عنده صولاق. عمي محمد عاشق الصيد، رغم مضي الأيام والسنين إلا أن شغفه وحبه لهذه المهنة لم ينطفئ، ولا يزال حريصا على تلقينها وتوريثها للأبناء والأحفاد. ماذا بي الزرق مازال نعلم الليجان هذا والبحر صنعة، واللي يحكم له في دماغه فكرة ويعيش ولده. إلى ولاية شلف التي تعتبر من أكثر الولايات تعرضاً لحرائق الغابات بحكم امتلاكها لحظيرة غابية معتبرة أثبتت خلالها وحدات الحماية المدنية وحراس الغابات كفاءتهم في السيطرة عليها وفق برنامج استباقي يعزز العمل المتكامل جمع القطاعات الأمنية بما يترجم عزم الدولة على حماية الثروة الغابية ببلادنا. المتابعة لكريمة لشمط. ثروة غابية تضمها الجهة الشمالية لولاية شلف جعلت منها بؤرا خصبة لاشتعال الحرائق، وبين تعدد أسباب اندلاعها من عوامل طبيعية إلى أخرى مفتعلة، حضور ميداني آني وفعال لوحدات الحماية المدنية لإخمادها وفق خطة عمل استباقية مدروسة. شهدت بلدية نس وبلدية بني حواء عدة حرائق خلال الأشهر الفارطة، حيث تم تسجيل خسائر قدرت بحوالي 20 هكتار من الغطاء النباتي خلال فترة ممتدة من 1 جانفي إلى يومنا هذا. تم تصدير برنامج لتوعية وتحسيس المواطنين في النقاط التي كانت تكون معرضة لهذه الحرائق. سيتم تنصيب خلال الأيام المقبلة الريث المتنقل حرائق الغابات. ولأن إخماد الحرائق جزء من حماية الغطاء النباتي، أعوان حرس الغابات يبصمون حضورهم الروتيني عبر دوريات تدخل ضمن برنامج عمل أثبت نجاعته بتقليص نسبة المساحات المحروقة في عمل متكامل مع دور المواطن في تبنيه ثقافة التبليغ. عندك بعد شفت حريق يعطيني المعلومات الكريمية. تحضيرا لحملة الوقاية مكافحة حرائق الغابات لسنة 2023 فيه الجانب العملياتي، الجانب العملياتي وهو يتضمن تسخير كل الوسائل المادية والبشرية للمراقبة الإنذار والتدخل الأولي. شهدت شلف ديجا احنا يعني عدة حرائق، 18 بؤرة حريق خلال شهر مارس وشهر أفريل. أنا يعني نستبق الأحداث وهو رانا في خلية يقظة، وهنا يتمثل دخول دور المواطن في عملية التحسين يعني الإبلاغ، وعندنا رقم حنا رقم أخضر هو 1070. استعداد تام وجاهزية يترجمها تسخير موارد بشرية مؤهلة بإمكانيات مادية هامة تعكس العمل المتكامل بين جميع القطاعات الذي حقق بترا لأيادي طالة الرئة الطبيعية، والعمل متواصل بيقظة قصوى في مواجهة الحرائق وفق رؤية الدولة الجديدة بتوفير تجهيزات حديثة حماية لثروة الجزائر الغابية. وتعزيزا لجهود التكفل بالمصابين بالحروق المستعصية، مصلحة جديدة متخصصة في الجراحة البلاستيكية الترميمية والتجميلية تم إنشاؤها على مستوى المستشفى الجامعي نادير محمد بتيزي وزو لتقديم خدمات طبية واعدة. المزيد مع الأخضر كعوان. اسمي دنوسان فقان، غير غيما تروح هي اللي فاسنا النغف اللي شانطاس، مي الحمد لله نفاد الطب الهان السيرفيس دايني الهان سواطاس. اخزر فيا وشافني قال لي شوف مشي واحد جاس ما عندك ما تخاف راني هنايا باذن الله نداويك تولي تبرع. من حوادث الحروق حالات صعبه ومستعصيه،
تتطلب إجراء طعم جلدي لتغطية الجروح الكبيرة والسيطرة على الألم ومنع العدوى. خدمات يجتهد ويضمنها طاقم طبي شاب بالمصلحة الجديدة المتخصصة في الحروق بتيزي وزو. كي جيت لهنا سيرفيس تاع شيروجي بلاستيك في تيزي وزو، يعني سي تان سيرفيس ما شاء الله. وكي خرجت من البلوك نص ساعة هكذاك حسيت روحي خلاص. كيما نهار لي جت راح لي لا دولور الي بارتي راحت. مي الحمد لله مي كلاس سي سيرفيس كيا نشكرها طاس طاس طبات سي فارمديان. لو كان متي سيرفيس كاع ما نروحو كالداير والحمد لله مي كلا. على غرار الكفاءات الطبية الشابة المتخصصة في الحروق، تجهيزات متطورة تسهل عملية التكفل بالمصابين بمقاييس عالمية تهدف للحد من خطر التندب واستعادة الوظيفة عبر الجراحة البلاستيكية الترميمية التجميلية. الحمد لله ميم سي هذا جديد اون ريسي با مال دو كا دو ديفيرونت ولاية. ان شاء الله هنا في خدمين من زمر وان خدمين من زمر كنفضى على نون دو بيليغا دونك سا دي زانفيرمي اون نيفو دو لا سال سوا بور لي بونسمون بروبر سوا ديزون بريلي از نيفو لي نون ميم طون لي ميسان تو لي جور اي اون ميم طون لا سال سيبتيك اون دي مال اون دي زيسكار اون دي مالاد بيان سبيسياليزي نخدمي فيهم تو لي جور. الوسائل الحمد لله متوفرة لكن يوجد بعض النقائص لأن القسم حديث النشأة في الوقت الحالي المصلحة تستقبل حروق مستعصية. وفي الآفاق ينتظر توسيع هذه المصلحة للتكفل أيضا بفئة الأطفال تجنبا للتنقل للولايات المجاورة طلبا للعلاج. إلى وهران الآن، وتحسبا لموسم الحج يتوافد المقبلون على أداء مناسك الحج على المراكز الصحية قصد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتلقيحات لأداء هذه الشعيرة الدينية في ظروف صحية ملائمة. التغطية لعمر ينهري. انطلقت حملة الفحص الطبي المتخصص لحجاج بيت الله الحرام لموسم 2023 بوهران، وهذا قصد الوقوف على وضعيتهم الصحية وتأهيلهم للقيام بهذا الركن. لي بابي تاع الحج باش ندفعوا الدوسي، ورانا فرحانين. هذا الفرحة نقرعوا فيها 3 سنين، رانا فرحانين. عقوبة إن شاء الله كاع اللي ما داش، عقوبة العام الجاي إن شاء الله ثاني كيلحقوا الآخرين. نفوتوا شي بسيكولوج، الأول بسيكولوج، وواحد يشوفنا تاع تيليتولاكس نورمالمون. كاين واحد 3 ولا 4 ميسا غادي يفوتوا عندهم بإذن الله بإذن الله. اللجنة الطبية متكونة من طبيب عام، طبيب الأمراض الداخلية، والطبيب البسيكاتخ والبسيكولوج. توافد كبير للحجاج بالعيادة المتعددة الخدمات بحي الشهداء، حيث تم توفير طاقم طبي متخصص لإجراء الفحوصات ومختلف التلقيحات. قدر عدد الحجاج التي تم فحصهم وتأهيلهم إلى مناسك الحج يقدر بحاليا 600 حاج. بيان سور كاينه اسئله باش نشوفوا الحاله العقليه تاعو، اسكو راه في كامل قواه العقليه، اسكو راه ينسى ما ينساش مازال يتفكر، باش نشوفوا لي مالادي اللي نحوسوا عليهم حنايا. وتتواصل عمليه الفحص والتلقيح الى غايه انطلاق اولى الرحلات الى بيت الله الحرام. وقضايا المرأة في أشغال الدورة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتقنيات التحاضر المرئي عن بعد. الجلسة الطارئة جاءت بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقرر المشاركون خلالها تكثيف المساعدات الإنسانية والطبية تضامنا مع الشعب السوداني الشقيق، دعينا الأطراف المسلحة إلى وقف النزاع وتغليب مصلحة البلاد. دعا السيد الرئيس إلى إيجاد مسعى مشترك من أجل حل هذه الأزمة بين الفاعلين الإقليميين والدوليين، وهذا من أجل وقف الاقتتال وعدم التصعيد. وعلى هذا الأساس كان فيه هذا الاجتماع من أجل طبعا الخروج ببعض القرارات لتدعيم مسعى مساعدة الشعب السوداني عن طريق الصندوق العربي للعمل الاجتماعي ومساهمة مجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في هذا الإطار. هذا وترأس اليوم وزير الصحة عبد الحق سايحي عبر تقنية التحاضر عن بعد أشغال الدورة الطارئة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب.
وزير الصحة وفي كلمته الافتتاحية أكد على ضرورة تقديم الدعم للسودان في المجال الصحي والعمل على توفير احتياجات السكان لمجابهة الوضع الصحي المتدهور، مؤكدا أن الجزائر بصفتها الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وكذا بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الصحة العرب، تتابع ببالغ القلق التطورات الأخيرة الدائرة في جمهورية السودان. وفي مستجدات الوضع في السودان، أعلن اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان أن طرفي النزاع اتفقا على الدخول في مفاوضات لإيجاد حلول للمواجهة الدائرة منذ 3 أسابيع. التقرير لسميرة طهر. ملايين السودانيين تحت القصف منذ اندلاع الصراع الدامي داخل المكون العسكري قبل أسبوعين. لا التزام بالهدنات المتكررة على الأرض، واليوم أيضا هدنة سادسة ل72 ساعة لم تحترم، لتستمر المواجهات ويستمر معها سقوط الضحايا من المدنيين وحركة النزوح والفرار. وجراء المعارك يستفحل شبح الجوع والأوبئة والاشتباكات العرقية التي تفاقمت هذه الأيام في دارفور، لترتسم صورة عن واقع إنساني وميداني مزر يصعب مهمة منظمات الإغاثة. وإثر ذلك فريق برنامج الغذاء العالمي يعود إلى السودان لتخفيف ما أمكن من المعاناة. ووسط توالي التحذيرات من أن يتحول هذا النزاع إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الطرفين المتحاربين على التفاوض، تفاوض يركز في بدايته على وقف لإطلاق النار، والمأمول أن يفضي إلى توافق على حل جذري لوقف ما يجري بين الفرقاء وتجنيب السودان وشعبه مزيدا من المآسي والخسائر عاجلا غير آجل. وبالمغرب، وضع اجتماعي تميزه حالة غليان متصاعدة في أوساط الطبقة العاملة، مشهد بالغ القتامة من أبرز سماته فقر متزايد وندرة في التوظيف وفقدان غير مسبوق للوظائف أمام تجاهل المخزن للمطالب الشعبية. تقرير ملك صحقي. تصدر تاريخ الأول من ماي أجندات العالم بانتصارات سجلها العمال عبر التاريخ منذ عام 56 800 وألف، مكاسب مهنية عالمية يبدو أنها لم تجد طريقها إلى المغرب بعد. مغرب استبد به حكامه فحشروه في زاوية الاستعباد وأبدعوا في إذلال شعبه وتجويعه. حل عيد العمال على الشعب المغربي بخيبات أمل متتالية وأحوال معيشية ضنكة عصفت بالطبقة العاملة وقضت على الطبقة الفقيرة، فاحتكم الشعب للشارع بعد أن اصطدم بأصنام في الحكومة لا ترى ولا تنفع ولا تسمع بمظاهرات حاشدة غطت شوارع الرباط في يوم كان من المفترض أن يكون عيدا يحتفي به العالم قاطبا منذ عقود تجاوزها الزمن. المظاهرات لم يكل الشعب فيها من رفع ذات الشعارات، شعارات تتحدث عن شروط العيش الكريم والحد من غلاء الأسعار وتحسين القدرة الشرائية ودفع أجور العمال. وبلغت الأوضاع ذروة الاحتقان والبؤس بتضخم سنوي بلغ 10.1%، وهو الأعلى منذ 90ات القرن الماضي. اختنق الشعب بما تحمله الكلمة من معنى، فكانت هاته أحواله في أماكن افترض أنها للترويح عن النفس. أزمة تشعبت أزقتها واشتدت قتامة المشهد فيها أمام حكومة تجرعت من المخدرات ما أفقدها الأهلية في التحكيم والتعنت في التدبير، فهوت بالبلاد والعباد إلى الحضيض الأسفلي. لكن للتاريخ رأي آخر، فقد دون في صفحاته أن الاستبداد لعنة تحمل بذور فنائها في داخلها ومرحلة عابرة في عمر الحضارات والشعوب.
في ملف الصحراء الغربية، جددت اليوم المرشحة لرئاسة الحكومة الإسبانية ووزيرة العمل الحالية يولاندا دياز التزامها بدعم كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة أنها ستلغي الاتفاق الذي أبرمه سانشيز مع المغرب. وبفرنسا تتواصل الحركة الاحتجاجية تنديدا بقانون إصلاح نظام التقاعد الذي تم إقراره، إضرابات ومظاهرات عارمة وغير مسبوقة تشهدها البلاد. التغطية لعفيف بلهوشات والتقرير لحورية جرجر. في اليوم العالمي للشغل، شوارع فرنسا تعيش على وقع مظاهرات تاريخية تجدد معها الرفض للإصلاحات التي طالت نظام التقاعد الفرنسي بعد التصويت عليه. جئنا لنستعرض قوتنا ورفضنا لهذا القانون. أكثر من 80% هم ضد هذه الإصلاحات. لم تعرف فرنسا منذ 1936 مثل هذه المظاهرات في مثل هذا اليوم. ورغم التصويت على القانون الفرنسي الجديد لنظام التقاعد، تبقى موجة الغضب تصنع المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع الفرنسي وسط أزمة اقتصادية خانقة. نحن أمام حكومة قوية مع الضعفاء وضعيفة مع الأقوياء، هذا هو حال فرنسا اليوم. لا بد من احترام الشعب الفرنسي، والنتائج لا تعكس الحقيقة. كل الوسائل والرموز استعملت من قبل المتظاهرين للتعبير عن غضبهم، كما سجلت شوارع فرنسا موجة من العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن. في الحدث الرياضي القاري وضمن برنامج مباريات اليوم من منافسة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 عاما، وفي المجموعة الثالثة يواجه في هذه الأثناء منتخب مالي نظيره البوركينابي بملعب 19 ماي بعنابة. هذا وأجرى عشية اليوم بالمركز التقني بسيدي موسى المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة آخر حصة تدريبية قبل مواجهة منتخب السنغال مساء الغد بملعب نيلسون مانديلا ببراقي لحساب الجولة الثانية من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا للناشئين. الحصة التدريبية عرفت حضور كل التعداد وشهدت انضباطا كبيرا في مختلف التمارين. يواجه إذن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة نظيره السنغالي غدا بملعب نيلسون مانديلا، وذلك لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى. وليد غريبية يفصل. بعد بداية المنافسة بأفضل طريقة ممكنة بثنائية نظيفة في الشباك الصومالية، أول اختبار حقيقي لأشبال المدرب رزقي رومان أمام منتخب سنغالي أظهر من القوة في خرجته الأولى ما يجعله أحد المرشحين لقول كلمته في البطولة، وهو ما يعيه الطاقم الفني واللاعبون. ستكون مباراة أخرى بمعطيات مختلفة، طبعا لن تكون بنفس القيمة دون التقليل من قيمة المنتخب الصومالي، ولكن ستكون مباراة صعبة جدا للطرفين. ستكون مباراة مهمة جدا خاصة في دور المجموعات. نحن مركزون جدا، أكثر حتى من مواجهة الصومال، لأنه ليس من السهل اللعب للمرة الأولى أمام هكذا جماهير. الآن سنتحرر، سنلعب بأسلوبنا دون ضغط وبنفس التركيز وبنفس الإرادة، ولما لا الفوز. المواجهات الجزائرية السنغالية أصبحت كلاسيكية في القارة الإفريقية بين مدرستين تعرفان بعضهما البعض، خاصة بعد المباريات العديدة التي جمعت المنتخبين بمختلف أصنافهما في السنوات الأخيرة. الجزائريون معروفون بلعب أكثر فني وبلعب أكثر هجومي، بلاعبين جد مهاريين يعرفون كيفية الاحتفاظ بالكرة وكيفية التحكم الجيد في الكرة، ونحن في المقابل سنحاول تطبيق استراتيجية لمنعهم من اللعب والدفع بلاعبنا في الهجوم. موقعة الخضر وأشبال التيرانغا مباراة بنقاط من ذهب لحسم التأهل مسبقا إلى الدور المقبل والانفراد بصدارة المجموعة الأولى، ما يسمح للفائز بها بخوض المباراة الأخيرة في أريحية تامة.
وفي كرة القدم دائما عاد فريق اتحاد الجزائر إلى أرض الوطن بعد تحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ويذكر أن الاتحاد سيواجه نادي أستيك ميموزا الإيفواري في نصف النهائي ذهابا يوم 10 مايو وإيابا يوم 17 من الشهر نفسه بالجزائر. الحمد لله يا ربي ظن تأهل مستحق. كي تعاود تشوف النتيجه تاع الذهاب والنتيجه تاع الاياب الحمد لله يا ربي الحمد لله نظن تأهل مستحق نهدوا الانصار تاعنا وان شاء الله نروح ابعد نقطه ان شاء الله في البطوله. الحمد لله هذا التأهل ما جاش بالسهل، جا بتعب كبير، جا بفضل ربي سبحانه، جا بفضل اللاعبين اللي مشكورين بزاف على الاداء اللي اداوه فوق ارضيه الميدان، جا بفضل الطاقم الطبي الفني والاداري. الحمد لله ان شاء الله هذا التأهل مازال ان شاء الله راح نزيدهم فرحهم باقي المباريات. كاك تشوف لعبنا الله اللي في استادنا الروتو لعبناه في المغرب وين تاهلنا، هذه القرعه انا نظن باللي دي فوا تخدمك دي فوا ما تخدمكش، اللي تكون عنده ايكيب صحيحه ما يخافش كما هنايا كما لهيه. هذا جا في وقته، حنا من ديبي سيزون وحنا ساكريفيو، ما يخفالكش باللي شامبيونا شويه انا بعاد وعندنا لي ماتش روطار. مام لاكوب د الجيري اللي تخصينا منها وكان اقصاء مر قاتلنا هاد لاكوب اللي شغل مام الشعب تاعنا او شغل متحمس ليها، احنا اللي جوار متحمسين ليها. دوك كي تجاوزنا عقبه تاع الجيش الملكي ان شاء الله ربي يكون نقولوا مساء الخير علينا. شوف ان شاء الله نديوها ان شاء الله. ونختم من تمن غصت الساحرة، حيث قام وفد سياحي أجنبي من متعاملين اقتصاديين بجولات استكشافية للمنطقة عبر رحلات متنوعة لاستنطاق مكنونات صحرائنا الجميلة. هارون لوميتي. هي لؤلؤة الصحراء وعالم السحر والانبهار، هي موطن الأسطورة هنان بجبالها الشامخة ورمالها الذهبية ووديانها الرائعة. تسافر بعشاقها في رحلة تاريخية خيالية في رحاب الماضي الجميل. تلكم هي الأهجار. نحن هنا لاكتشاف الفن والموسيقى الجزائرية وحتى الأطباق التقليدية. الجزائر حقا رائعة وتستحق الزيارة. قدمت للجزائر سنة 1987، لقد زرت أزيد من 100 بلد، لم أرى استقبالا مثل ما رأيته في الجزائر. اليوم مع التسهيلات التي منحت لنا فيما يخص التأشيرة والحصول عليها أصبح أمرا سهلا، كما أننا نشعر بالأمان هنا بالصحراء الجزائرية. نحن سعداء بوجود أصدقائنا من أصحاب وكالات سياحية فرنسية ومتعاملين اقتصاديين في قطاع السياحة وحتى صحفيين الذين وقفوا على مقومات السياحة الصحراوية الجزائرية كوجهة سياحية عالمية. فالوصول إلى قمم الأهجار ليس بالأمر الهين، والشوق يسبقك لاكتشاف سحر المنطقة. فكانت رحلتنا مع محمد زونغا، فهو كثيرا ما ينظم رحلات لاكتشاف ما تسخر به تمنغست من آثار ومناظر خلابة وعادات وتقاليد للرجل الأزرق. كل يوم راك تشوف هاد المتعاملين اللي جاونا من بعيد، جاو باش يكتشفوا المنطقة ويشوفوا قدراتنا بالنسبة للخدمات اللي نقدمها، واليوم هما في الحقيقة يعطوكم الرأي نتاعهم. دونك لحنا هنا باش نشرف البلاد ونكون أحسن سفير وأحسن مرسل صورة البلاد في الخارج. كما تعرفوا إيغ ألجيري الخطوط الجوية الجزائرية في الموسم اللي فات اطلقت الخط باريس جانات، وهذاك الخط مش مليح، يعني كان ليه صدى كبير عند السواح، وحبينا نعودوا هذه المبادرة في الموسم الجاي. تمنغست ذلك العالم الرائع والشاسع الذي يأخذك لتكتشف أسرار الطبيعة مع قعدة الشاي الصحراوي والاستمتاع بأغاني الطوارق. فمرحبا بضيوف الأهجار. إلى التذكير بأبرز ما أوردنا في النشرة من أخبار.
رئيس الجمهورية يذكر بالمكاسب المحققة في عالم الشغل ويؤكد العمل على تحسين حقوق العمال وحفظ كرامة المواطن، ويدعو العمال إلى الاندماج في مسار التغيير الذي تشهده الجزائر الجديدة في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للشغل. بدقة واحترافية عالية وفي ظروف قريبة من الواقع، تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بأمدوكال، والفريق أول سعيد شنغريحة يؤكد جاهزيته وانسجام قواتنا المسلحة في تنفيذ التمارين التكتيكية ذات المستوى العالي. وتابعتم أيضاً التلفزيون يتابع مزايا إنشاء ديوان شراء المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. ومهني والصيد البحري يثمنون القرارات والتحفيزات المشجعة على تعزيز مكاسب القطاع. دولياً وفي السودان، الأمم المتحدة تعلن اتفاق طرفي النزاع على الدخول في مفاوضات لاحتواء الأزمة والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وموثوق. وفي رحاب جنوبنا الكبير، جولة استكشافية لسياح وإعلاميين أجانب، والعنوان الأهجار وجهة الدهشة والإبهار. بهذا نطوي أوراق ثامنتنا. كان معكم في الإخراج أمير حجاب وفي رئاسة التحرير شعيب الرحمون. ألقاكم غدا بحول الله تعالى. إلى اللقاء.